بكري عبد القادر حارس برا الملعب لبكري خطيره هدف مريخي اول هدف مريخي اول يا معلم يا معلم يا معلم يا عقرب هدف اول لمصلحه المريخ شاهد الكره رمضان عجب او امير كمال يلعب كوره لبكري عبد القادر كعبيه داخل منطقه الجزاء بكري لا يكذب خبر بكري لا يكذب خبر ابتدى المشوار العام المقبل او العام الماضي امام واري والفيس هنا في هذا الملعب ويبدا من جديد المريخ ايضا هنا عبر بكري عبد القادر في اولى اهداف بكري في الدقيقه 23 من زمن شوط المباراه الاول اذا بكري يضع الكره في المرمى شاهد الاعاده امير كمال وبكري مباشره بليسنج في المرمى اجمل اهداف بكري في دوري ابطال افريقيا في النيجيري والنيجيري في المرمى هدف مريخي ثاني هدف مريخي بعد مرور 4 دقائق فقط على الهدف الاول السماني جارفينيو يعكس كوره لكوني اودلامي واودلامي لا يكذب خبر هدف مريخي جايز في الاعاده من السماني للنيجيري وكوني يضع الكره في المرمى هدف مريخي ثاني في هذه المباراه فرحه مريخيه ثانيه لكوني اودلامي شاهد الملعب وشاهد المباراه في هذا الملعب في ملعب استاد المريخ بالغرب من كابينه التعليق صيحات محمد موسى وكانه لاعب في المباراه وعوده الزمن الجميل انه المريخ ولا عجب هنا في هذا الملعب هدف ثالث لمصلحه المريخ احمد عبد الله ظفر هداف مباريات المريخ في دوري ابطال افريقيا في عام 2015 احمد عبد الله ظفر هدف مريخي ولا اجمل ولا اروع شاهد ظفر يضع الكره شبال في المرمى يا ابو نوصي مبروك يا ظفر مبروك